عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية هذا اليوم، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي. وقد أشاد جلالته بالإنجازات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مختلف مجالات العمل الوطني بفضل سواعد أبنائها المخلصين، والتي رسخت ريادتها ومكانتها العالمية وأعلت رايتها في مختلف المحافل الدولية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز مكانة البحرين التنافسية وتحقيق الأهداف التنموية بما يلبي تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدا أهمية الاستمرار في البناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات هامة لخدمة الوطن والمواطن. كما أثنى حضرة صاحب الجلالة على الجهود المخلصة والمتواصلة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في خدمة البحرين وترسيخ دعائم نهضتها وسعي سموهما الدائم لتبني الخطط والاستراتيجيات المواكبة للتطور والهادفة للنهوض بمستويات الأداء في المؤسسات والأجهزة الحكومية.